هندخل بقى في المسائل. هنسيب اول مسألة اللي هي مسألة رقم 3 لانها بتتكلم على البريشر كنترول فالفز، واحنا لسه ما خدناهوش، هناخده السكشن الجاي ان شاء الله، فهنأجلها للسكشن اللي جاي. هنخش في مسألة رقم كام؟ 13. بتقول ايه مسألة رقم 13؟ in the following figure shows a lifting device. يعني ايه؟ يعني الشكل بتاع السيركت ده او الشكل ده بيعبر عن lifting device، يعني الغرض من الدايرة دي ان انا ارفع وزن، اشيل وزن. تمام؟ a differential cylinder with area ratio. ايه الاريا ريشيو دي؟ اللي هي ريشيو between the area of the piston head and the annulus area. يعني عندي الريشيو ما بين الاريا بيستون والانيلس اريا هتساوي 2:1. يعني الاريا بيستون هتساوي قد ايه؟ هتساوي 2 اريا انيلس. تمام؟ ادي اول معلومة. is to lift 40 كيلو نيوتن. يعني الفورس اللي احنا عايزين نعمل لها ليفت، او قيمة الفورس بتاعت الجسم او الوزن بتاع الجسم اللي احنا عايزين نعمله، عايزين نشيله، اللي هي F load او ممكن نسميها W كويت، هتساوي 40 كيلو نيوتن. F load اللي هي الويت هتساوي 40 كيلو نيوتن. تمام. A differential cylinder with the area ratio of 2 ratio 1 is to lift 40 كيلو نيوتن a distance 500 مليمتر in 5 seconds. يعني ال lifting device ده او السيلندر اللي عندنا دي هترفع الوزن اللي هو قيمته الويت اللي هو الويت بتاعه 40 كيلو نيوتن لمسافه 500 ملي في 5 ثواني. يعني هتعمل حركه اللي هي ايه الاكس بتاعتها 500 مليمتر، اللي هي كام؟ اللي هي 0.5 متر. تمام. هتعمل الحركه دي في قد ايه؟ يعني هترفع الوزن لمسافه كام فوق 500 مللي؟ هترفعها فوق المسافه 500 مللي، والحركه دي هتعملها في قد ايه؟ هتعملها في 5 ثواني، في تايم تساوي 5 سكند. نكمل. The maximum system pressure for the pump is to be 160 bar. يعني اقصى بريشر تقدر تخرجه البامب هو 100، اللي هو البي ماكسيمم اللي هو كام؟ 160 بار. البي ماكسيمم هو 160 بار. تمام. كالكوليت ذا بيستون دايمتر. عايز ايه الريكوايرد؟ الريكوايرد البيستون دايمتر، يعني دي بنسميه دي بيستون، دي كابيتال البيستون. اند فايند ذا بيستون رود دايمتر والدي رود. عايز الدايمتر بتاع البيستون او الدايمتر بتاع اللي هو البيستون هيد يعني، وعايز الدايمتر بتاع الرود. تمام. دي اول ايه حاجه معانا. طب نكمل المساله عشان ايه في لسه معطيات تحت. ديترماين ذا ادفانس اند ريتين سبيد فور ذا بيستون. يعني عايز الادفانس اللي هي ايه؟ الادفانس اللي هي كده اهو، ما دي الادفانس ستروك او اللي هو الفي اكستنشن. الادفانس ستروك اللي هو الاكستنشن ستروك. تمام. ده اول حاجه عايزها. اند ريتين سبيد يبقى عايز في اكستنشن وفي ريتراكشن فور ذا بيستون اند ذا بامب ديليفري. عايز الكيو بتاعت البامب، يبقى كيو بامب. حلو. ايه تاني؟ ذا ميكانيكال هيدروليك افشنسي اوف ذا سيلندر اماونتس تو ايتا. ايتا هتساوي 0.95. ايتا اللي هي ان اللي هي الايتا ام اتش دي اللي هي الايتا ايه اتفقنا عليها، دي الايتا هيدروميكانيكال. يعني ده برضك بتتكتب ايه ضمن الجيفن، الايتا هيدروميكانيكال، بس خلي بالكم مش بتاعه البامب او الموتور، لا ده دي بتاعه السلندر. خلي بالكم ان ايه، ان دي الايتا بتاعه الايه يا رجاله، سلندر سلندر.
هتساوي 0.95، 95%. بيقول لك ايه بعد كده؟ باي بلوس اماونتس تو 5 بار، يعني في لوسز، اللي في لوسز في البريشر نتيجة السريان جوه المواسير بتقدر قيمتها ب 5 بار، يعني في ايه؟ يعني بنقولها او دلتا بي، او دلتا بي لوس، دلتا بي ال، تسميها دلتا بي ال، تقدر بقد ايه؟ 5 بار. تمام. باي بلوس اماونتس تو 5 بار، بريشر دروب ان، بريشر دروب ان ذا دايركشنال كنترول فالف 3 بار، وفي كمان بريشر دروب في الدايركشنال كنترول فالف تقدر قيمته ب 3 بار، ممكن نسميها دي دلتا في مثلا ايه سي في كنترول فالف، هتساوي كام؟ 3 بار. اند باك بريشر فروم ذا ريتيرن موفمنت 6 بار. احنا اتفقنا ان ايه الباك بريشر؟ اللي هو البريشر اللي بيعمله الفلويد في الناحيه اللي في ناحيه السلندر المعاكسه للحركه. يعني احنا دلوقتي الحركه عندنا ايه؟ المفروض كده اهو، اللي هي الاكستنشن، اللي هو مش شمال يمين، يبقى البريشر بتاع الفلويد في الناحيه اليمين او الناحيه الاريا انالس هيبقى كام؟ ب 6 بار، نسميه بي باك، هتساوي ايه؟ 6 بار. معانا معطيات كتير جدا، بس ايه، ناخدها واحده واحده على حسب ايه المطالب. نخش كده ونحل. انا دلوقتي اول حاجة اعملها ايه؟ اشوف ايه الفورسز اللي بتأثر على البستون اللي عندي ده. تمام؟ يعني اول حاجة لازم اعملها ايه؟ ان انا لازم ارسم البستون واشوف ايه القوة اللي بتأثر عليه. تمام؟ اهو، فلنفترض ان ده بستون مثلا، نشوف ايه بقى القوة اللي بتأثر عليه لما يجي يتحرك من الشمال لليمين، او الحركة يجي يعمل اكستنشن. تمام؟ يجي يعمل اكستنشن، احنا عاملينه مثلا فيرتيكال، يبقى ايه المفروض يمشي كأنه ماشي لفوق. تمام؟ الحركة بتاعته لفوق، يبقى الفورس اللي هيشيلها على طول، احنا قلنا الفورس دايما بتبقى ايه؟ عكس اتجاه الحركة. الفورس بتاعت الويت دايما ايه؟ الفورس بتاعت اللي هي الاف لود دايما بتبقى عكس اتجاه الحركة. دلوقتي هو هيعمل اكستنشن، يعني المفروض هيمشي فوق او هيمشي يمين. تمام؟ فبالتالي الاف لود تبقى لتحت او ايه، او شمال، لو انا هرسمها، لو انا هرسم البيستون مايل كده اهو. تمام؟ يبقى الاف لود هتبقى لتحت كده اهو. تمام؟ ادي الاف لود، مش عرفنا الاتجاه. طيب الفورسز بقى، اللي هو الفورسز او نتيجه اللي هي الهيدروليك بريشر، نشوف ناحيه الاريا بيستون البريشر عندي كام. هو المفروض عندي يبقى البي سيستم، البريشر بتاع السيستم. تمام؟ بعد طبعا لما يحصل فيه اللوسز، لما نشيل منه اللوسز واللي بتحصل في السكه، هيتبقى لي هو ايه؟ البي، مش هيتبقى لي بقى بي سيستم، ممكن نسميه الايه؟ ممكن نسميه مثلا بي بي، اللي هو البريشر عند ايه؟ البيستون هيد، ممكن نسميه بي بي، مضروبه في ايه بقى؟ مضروبه في الاريا بيستون. تمام؟ القوة دي اللي هي نتيجة ايه؟ نتيجة، نزوم لكم عليها برضو، اللي هي نتيجة، اختفى راح فين؟ اهي دي نتيجة الفلويد اللي موجود في الجزء ده، الناحية بتاعت البيستون هيد ضاغط على البيستون بقوة. القوة دي مقدارها قد ايه؟ بريشر في اريا. تمام؟ طب البريشر ده هنا هيساوي ايه؟ هتساوي البريشر، هتساوي البريشر اللي خارج من البامب. تمام؟ نبص اهو، البريشر اللي خارج من البامب ناقص اللوسز اللي بتحصل معايا في السكه. تمام؟ اللي هي نتيجه البايب لوسز، ناقص الايه؟ اللوسز اللي بتحصل جوه الدايركشن كنترول فالف. تمام؟ ده البريشر بتاع الفلويد اللي هنا. طيب البريشر بتاع الفلويد اللي هنا، اللي هو ايه؟ اللي ناحيه الاريا انالس، اللي هو الايه؟ اللي هو الباك بريشر. تمام؟ اللي هو الباك بريشر اللي عامله ايه؟ اللي عامله البيستون على السيستم.
يبقى تحت زي ما قلنا هتبقى لنا ايه، عندنا بي بيستون، نسميه بي بيستون في اريا بيستون. تمام، نرجع برضك نشوفها، البي بيستون هنا في الاريا بيستون. طب وهنا زي ما قلنا ايه، في باك بريشر اللي هو ب6 بار في ايه، في الاريا انكس. تمام، يبقى هنا بي باك في ايه، في الاريا انيلس. تمام كده، الحركة اتجاهها فين؟ لفوق. يبقى ده نعتبر انه هو ده الاتجاه الايه، الموجب. تمام، الحركة لفوق هو ده الاتجاه الموجب. نعمل بقى معادلة القوة بتاعتنا. بتقول ايه بقى معادلة القوة؟ بتقول ان البي بي في الاريا بيستون ناقص ايه، الفورسز اللي عكس الاتجاه الحركة، الاف لود بنسميها اف ال، ناقص البي باك، البي باك بريشر في الايه، اريا انيلس. ايه اللي معايا بقى في الحاجات دي هتساوي ايه؟ طبعا الكلام ده، الكلام ده هيتساوي زيرو. تمام، نعوض بقى عن الحاجات اللي موجودة معانا. احنا معانا ايه؟ انا معايا الاف لود جيفن، جيفن في المسألة اهو. نعمل زوم اوت عشان نشوفها راحت فين. اهو معايا الاف لود اللي هي 40 كيلو نيوتن. معايا ايه تاني؟ معايا البي باك اللي هو الباك بريشر. تمام، اللي هو في 6 بار. ده معايا، مش معايا لا الاريا انالس ولا معايا الاريا بيستون، ده هم مطلوبين اساسا، هم ريكوايرد. تمام، طب معايا البي اللي عند البيستون او البريشر بتاع ال سوري مش عارف عمال ايه شقلب ليه كده. معايا البريشر اللي هو بتاع الفلويد في الجزء الناحية بتاعت البيستون هيد، لا بس اقدر اجيبها. احنا قلنا البي هنا هتساوي ايه، اللي هي البي بي، البي بي هتساوي البي ماكسيمم اللي خارج من البامب، اشيل منه ايه، الدلتا بي لوسز اللي في البايب، واشيل منه ايه كمان، اشيل منه اللوسز اللي هي التلاتة بار اللي هي بتحصل في الدايركشنال ايه كنترول فالف، اللي هي دلتا بي سي في. تمام، ده هيديني كده البريشر بتاع الفلويد اللي موجود في الناحية دي من البيستون. تمام يا رجالة، تمام، نرجع للرسمة بتاعتنا اهو. انا دلوقتي جبت البي بي، البي بي زي ما قلنا هتساوي البي ماكسيمم اللي هو اللي خارج من البامب اللي هو 160 بار، ناقص ايه، ناقص هشيل منها الدلتا بي لوسز اللي هو 5 بار ناقص التلاتة بار. يعني البي بي هتساوي 160 ناقص 5 ناقص 3. تمام، يعني 160 ناقص 8 هتدينا كام؟ 152 بار. 152 بار، ادينا كده جبنا ايه، البي بي. فاضل الاريا بيستون والاريا ايه، انيلس. طب انا هل في عندي علاقه ما بين الاريا بيستون والاريا انيلس عشان اخلي المعادله دي كلها مجهول في مجهول واحد واجيبه؟ انا معايا ان الاريا بيستون هو جيفن عندي في المساله بيقول لك انها بتساوي 2 الاريا انيلس. تمام، فانا معايا الاريا بيستون، معايا العلاقه دي يعني اللي هي اريا بيستون بتساوي 2 اريا انيلس، فانا اعوض عن الاريا بيستون دي باتنين اريا انيلس. تمام، في البي بي اللي احنا قلنا بكام، ب152 بار، بس خلي بالك تبار
والاريا دي احنا عايزينها بالايه؟ بالمتر سكوير. فبالتالي يا اما احولها لباسكال يا كيلو باسكال، تمام؟ على حسب الفورس اللي عندي دي هتبقى ايه. الفورس اللي عندي دي مدياني هو بايه؟ الفلود مديانك بالكيلو نيوتن، خلاص حولها لكيلو باسكال، اضربها في 100، تمام؟ عشان اخلي الوحدات كلها مترك زي بعض وتبقى المعادلة ايه مظبوطة. ناقص الاف لود 40 كيلو نيوتن، تمام؟ ناقص البي باك اللي هي بكام؟ البي باك بريشر، الباك بريشر برضك عندنا جيفن في المسألة، وراح فين؟ ال احنا كنا كاتبينه على الرسمة، هو بي باك بتساوي 6 بار، يبقى ناقص ايه؟ البي باك اللي هو 6 بار اضربها في 100 عشان احولها لكيلو باسكال، تمام؟ في الايه؟ في الاريا انيلس. هتساوي ايه؟ زيرو، تمام؟ معايا كل حاجة في المسألة ما عدا الاريا انيلس. اعرف اجيبها في طرف لوحدها واجيب قيمتها، اعرف. يبقى انا كده ايه معايا؟ الاريا انيلس، تمام؟ طب مش الاريا انيلس دي بتساوي باي على 4 دي بيستون سكوير ناقص دي رود سكوير؟ انا مش معايا الدي بيستون سكوير، تمام؟ فبالتالي مش هعرف اجيب لا قيمة الدي بيستون ولا الدي رود لسه، تمام يا رجالة؟ فأنا لازم أجيب الأريا إيه؟ الأريا بيستون. إحنا متجيفن عن زي ما قلنا في المسألة العلاقة أريا بيستون بيقول لنا بتساوي 2 أريا أنيلس، 2 أريا أنيلس، تمام؟ وأنا جبت الأريا أنيلس، تمام؟ يعني أنا كده معايا الأريا بيستون. الأريا بيستون بتساوي إيه؟ بتساوي باي على 4 دي، اعتبروا إن دي يعني دي بيستون سكوير، تمام؟ فبالتالي هيبقى انا كده جبت الايه؟ الدي بيستون. الدي بيستون كده هتبقى معايا، ما انا معايا زي ما قلت لكم طلعت الاريا انيلس خلاص، فبالتالي كده ايه اعرف اطلع الدي بيستون. طب طلعت الدي بيستون، تمام، وطلعت الايه الاريا انيلس، كده كده الاريا انيلس معايا ومعايا الدي بيستون، اعرف اجيب الدي رد ولا لا؟ اعرف. يبقى انا كده طلعت الدي بيستون، الدي رد، الاريا انيلس، تمام كده. عم خلصنا كام اول مطلوبين؟ عايز ايه بعد كده؟ عايز ال V extension، السرعة بتاعة ال extension. طب ما هو قايل لك في المسألة إن ال السيركت اللي عندي دي بترفع الماس بسرعة ك بترفع الماس آسف بمسافة 500 مللي متر في وقت قد إيه؟ 5 ثانية. طب أنتم من الرسمة كده مش ده حركة في اتجاه إيه؟ في اتجاه رأسي، تمام؟ يبقى أقدر أطبق عليها قوانين نيوتن للحركة ولا لأ؟ أقدر، تمام؟ فبما اني اقدر اطبق عليها قوانين نيوتن للحركه، لانها زي ما قلت لكم ايه حركه في اتجاه راس، حركه في خط مستقيم اهم حاجه، يبقى اعرف اطبق عليها قوانين ايه نيوتن، تمام؟ دي حاجه. او ممكن اجيب الايه بدل ما لسه اطبق قوانين نيوتن استخدم ايه القانون اللي هو بيقول لي الفي اكستنشن هتساوي ايه؟ هتساوي الاكس المسافه اللي بتتحرك بيها السلندر او المسافة اللي بيترفع بيها الوزن على التايم، تمام؟ انا معايا الاكس اللي هي 500 مللي متر اللي هي هتبقى 0.5 متر، ومعايا التايم اللي هو 5 سكند، يبقى انا كده جبت الايه؟ الفي اكستنشن، تمام؟ عايز الفي ريتراكشن. طب الفي ريتراكشن اجيبها ازاي؟ انا مش عارف، انا مش عارف الفي ريتراكشن هتبقى بكام، فبالتالي ممكن اسيبها اجلها شويه لحد ما اجيب الايه الكيو بامب، تمام؟ طيب انا عندي ايه تاني في المعطيات انا ما استخدمتوش لسه؟ الايتا هيدروميكانيكال بتاعت ايه؟ بتاعت السيلندر. احنا ما جبنالهاش قانون، احنا قلنا الايتا هيدروميكانيكال بتاعت البامب وبتاعت الايه الهيدروليك موتور. بتاعت السيلندر بقى اجيبها ازاي؟ انا اشوف ايه المستفاد من السيلندر، ايه الحركه او ايه الباور اللي بتطلعه السيلندر على ايه الباور اللي انا بدخله لها، تمام؟ يعني في الهيدروليك موتور كانت الايتا هيدروميكانيكال كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي تورك في اوميجا على ايه؟ على البي في كيو اللي هو الفلويد باور، كانت بتساوي الميكانيكال باور اللي هو الهيدروليك موتور بيديهولي نتيجه الروتيشن، تمام؟ على اللي انا بديهوله، انا بديله ايه؟ بديله فلويد باور، بدي الهيدروليك موتور فلويد، تمام؟ فالفلويد باور كانت بتساوي ايه؟ بي في كيو،
تمام. فبالتالي بنفس الكلام انا ممكن اجيب ايه الكفاءة بتاعت الايتا هيدروميكانيكال بتاعت ايه البامب. تمام، انا ايتا هيدروميكانيكال قلنا ايه اللي ايه اللي بستفاده منها، او ايه الحركة اللي هي بتطلع لي، او ايه الباور اللي بيطلع لي من البامب. بيطلع لي ايه؟ باور نتيجة حركة في خط مستقيم لينير فيلوستي، اللي هي بتساوي ايه؟ تساوي اف في في، فورس في فيلوستي. تمام، على ايه بقى؟ على البي في كيو. انا مدخله ايه؟ مدخله فلويد باور اللي هي البي في كيو، وبيخرج لي ايه؟ بيخرج لي ميكانيكال باور نتيجة حركة في خط، او لينير ميكانيكال باور اللي هي كانت بتساوي اف في في. طب لو هيدروليك موتور هتساوي ايه؟ هتساوي تورك في اوميجا. تمام، انا معايا الايتا ميكانيكال او ايتا هيدرو ميكانيكال، ومعايا البي اللي هي ايه؟ البي بي. تمام، البي بي اللي احنا اتفقنا اللي هو البريشر بتاع الفلويد ناحية البيستون هيد. تمام، ده معايا الفي اثناء عملية الاكستنشن. معايا جبته، مش قلنا الفي اكستنشن هتساوي المسافة اللي بيمشيها على التايم؟ يبقى انا كده برضك ده كده معايا، ومعايا البي بي، ومعايا الايتا هيدروميكانيكا. تمام، طيب ومعايا الفورس؟ معايا الفورس كمان. هو الفورس اصلا ايه جيفن في المسألة؟ او لو قلت لنا هو مديك الفورس 40 كيلو نيوتن. تمام، انا كده معايا كل حاجة. تمام، فاضل ايه؟ اجيب الكيو بومب. هي دي المجهول اللي عندي ايه الوحيد اللي في المعادلة، اعرف اجيبها ولا لأ؟ اعرف كده، يبقى جبت كيو بامب. وخلي بالكوا برضو البريشر احنا مش هنخليه بالبار، احنا لازم هنا نحوله ايه؟ لباسكال. تمام، والفورس فوق نحولها لايه؟ لنيوتن. هو جيفن في المسألة بالكيلو نيوتن، خليها ايه؟ نيوتن. تمام، عشان الفورس فيلوستي دي المفروض تطلع لي بالايه؟ المفروض تطلع لي فوق بالنيوتن. تمام، وتحت الفورس فيلوستي اسف المفروض تطلع لي بالوات، الجزء اللي فوق ده المفروض يطلع لي بالوات، واللي تحت كمان المفروض يطلع لي بالوات. تمام، والبامب كيو بامب اللي هتطلع لي هتطلع لي ايه وحدتها؟ متر كيوب بير سكند. تمام يا رجاله، تمام. طب لو عايز اعوض مثلا عن البريشر هنا بايه؟ بكيلو باسكال، يبقى فوق اسيب الفورس زي ما هي كيلو نيوتن. تمام، عشان الكيلو يطير الكيلو. المهم ايه؟ الوحدات تبقى زي بعض بالظبط عشان ما يطلع لناش ايه ارقام غلط معانا. تمام، المهم احنا اخر حاجه جبناها ايه؟ الكيو بامب. كان فاضل في حاجه ما جبناهاش اللي هي الايه؟ الفي ريتراكشن. كانت ايه؟ كانت مطلوبه. يا فين اهي الفي ريتراكشن؟ لسه ما جبناهاش. احنا جبنا الكيو بامب، جبنا الفي اكستنشن، سوري، فاضل لنا الفي ريتراكشن. طب الفي ريتراكشن من الشكل كده اهو، الفي ريتراكشن بتساوي ايه؟ هتساوي الكيو اللي جاي من البامب على ايه؟ الاريا انيلس. تمام، ما الكيو اللي جاي من البامب هي ماشيه وداخله ناحيه الاريا انيلس. تمام، على ايه؟ يبقى الكيو اللي داخله ناحيه الاريا انيلس على الاريا انيلس. تمام يا رجاله، يعني كده الفي ريتراكشن هتساوي هنسميها كيو ايه بقى؟ كيو سمول. كيو سمول بامب ليه كيو سمول؟ لانها ناحيه الاريا انالس. احنا قلنا كميه الفلو لما تيجي داخله ناحيه الاريا انالس بنديها رمز ايه؟ كيو سمول. تمام، بس هي كيو بامب اللي هي الكابيتال، ما هي الاثنين الكيو جاي نفس الكيو اللي جاي من البامب. يا فين في الحالتين نفس الكيو جاي من البامب، بس عشان حصل اكتويشن للدايركشنال كنترول فالف. تمام، فبالتالي الفلويد بدل ما هو كان بيخش في الناحيه دي ناحيه البيستون هيد بقى يخش في الناحيه اللي هي بتاعت الايه؟ الانيلس اريا. فلما دخل ناحيه الانيلس اريا سميناه كيو سمول بامب. تمام يا رجاله، قلنا في ريتراكشن تساوي كيو بامب على اريا انيلس. تمام، انا لسه جايب الكيو بامب والاريا انيلس انا جبتها برضه، جبتها في اول المطلوب لما عملت ايه؟ الفورس بالانس على البيست. اهي تمام، تمام كده طلعنا الاريا انيلس. نقلة برضو الحل اللي هو ايه موجود معانا، هو نفس الكلام بس ايه بطريقة مختصرة شوية، او السوليوشن
عمل فورس اناليسيس على البيستون، تمام، اول حاجه. وبعد كده جاب اللي هو ايه البي، سماه مثلا البي ماكسيمم، هو بدل احنا سميناها البي بي اللي هو البريشر ناحيه البيستون، هو سماه البي ماكسيمم، او سوري لا هو ما ادالوش رمزين، هو بيقول لك ده البي ماكسيمم اللي خارج من البمب ناقص الخمسه اللي هو البريشر دروب في المواسير ناقص الثلاثه اللي هو البريشر دروب جوه الدايركشن كنترول فالف، فبقى لي ايه 152 بار، تمام. بعد كده عمل الفورس بالانس زي ما قلت لكم على ايه، على البيستون، يعني ناحيه على البيستون من ناحيتين، ناحيه البيستون وناحيه الاريا انالس، تمام. اداله البريشر، البريشر اللي هو ناحيه البيستون في الاريا بيستون اللي هي عباره عن 4 دي بي سكوير ناقص الباك بريشر اللي هو اللي الفلويد هيعمله ناحيه الاريا انالس على البيستون في الاريا انالس، تمام، ناقص الفورس اللي هي ايه، الفورس اللي هو اللي هيرفعها ناقص الاف لود اللي هي اللي هي 4 كيلو نيوتن او 4000 ايه نيوتن، تمام. وداها الناحيه الثانيه باشاره موجبه، تمام، وخلى المعادله دي كلها في ايه، في اريا انالس فقط. فعرفنا نجيب الاريا انالس، ومنها جبنا الاريا بيستون اللي هي كانت بتساوي 2 اريا انالس، وساوينا الاريا بيستون بباي على 4 دي بي سكوير، فجبنا البيستون دايمتر، وبعد كده عوضنا بالبيستون دايمتر هنا اهوت، فجبنا الايه الرود دايمتر، تمام. الفي اكستنشن جابوا ازاي؟ جابوا الاكس المسافه اللي هو هيطلعها او المسافه اللي هيمشيها الوزن على الوقت اللي مشيها فيه، اكس على تي، تمام. اللي بعد كده عمل ايه، بعد كده جاب الايتا هيدروميكانيكال بتاعه السلندر، الايتا هيدروميكانيكال بتاعه السلندر هتساوي ايه، هتساوي الباور اللي هيخرج لي من السلندر، الباور اللي هيخرج لي من السلندر اللي هو الايه الاف في على الباور اللي انا بديهوله اللي هو ايه البي في كيو، وجاب منه الكيو بتاعه البامب كده، فاضل الفي ريتراكشن كانت هتساوي ايه، هجيبها ازاي، هي الكيو اللي جايه من البامب على الاريا انيمس، تمام كده يا رجاله. المساله دي ندخل في المساله اللي بعدها، ناخدها ايه في مكان اكبر شويه عشان الزنقه دي بتلخبط. نخليها على اليمين خالص، بتقول ايه مسألة بقى رقم 14، واحدة واحدة معانا كده، بتقول ايه مسألة رقم 14، هيدروليك سيركت ان ذا فولوينج فيجر از يوزد از ا سيمبل هيدروليك بريس، يعني الهيدروليك سيركت اللي انت شايفينها دي بتستخدم انها تشغل هيدروليك بريس. ايه الهيدروليك بريس دي؟ عارفين اللي هي الفيديوهات اللي احنا بنشوفها على الفيس قبل ما ننام دي، اللي هي بتجيب لك حاجة بتروح ضغط على أي جسم مثلا كورة أو أي حاجة وتروح مفرقعة، هي دي الإيه الهيدروليك بريس، وهبقى أحط لكم الصورة ليها في البي دي إف، تمام. نكمل. The pressing operation has to exert a force of 15 N، بيقول لك قوة الضغط بتاعة الهيدروليك بريس دي لازم تبذل فورس بمقدار 15 طن، تمام. ف 15 طن دي اللي هي ايه، 15 طن دي وحدة ماس، تمام، مش وحدة فورس. بس هنا الهيدروليك بريس هي فكرة عملها انها بتحدد الوزن او تحدد الماس اللي انت عايز تضغط بيه قد ايه، ويبقى هو ده الفورس اللي هيضغط او اللي هتضغط بيه الماشين على السامبل اللي عندك، تمام. انت بتحدد هتضغط بقوه كام طن، فاهمني، بس هي في الاخر كام طن دي اللي هي ايه وحده ماس، انت هتحولها بس لايه، لوحده فورس. فالام الام اللي هي الام بريسنج هتساوي كام، 15 طن اللي هي 15 ألف كام كيلوجرام، تمام. يعني من الاخر كده كأن الهيدروليك بريس دي متشعلق فيها وزن الماس بتاعته 15 طن، تمام. بس هي مش كده، الفكره ان انت بتدي الماشين زي ما قلت لكم قوه، يبقى قوه الضغط بتاعها قد ايه، كام طن. بس انا عشان هو عشان يقربها لك او عايز يعمل لها جرافيكال ريبريزنتيشن، كأن فيها وزن الماس بتاعته كام، 15 طن، تمام. المهم the pressing operation has to exert a force of 15 طن with a stroke 1 متر، يعني الستروك اللي هتمشي فيه او الستروك بتاع الهيدروليك بريس قد ايه، 1 متر.
at a pressure of 200 بار. خلي بالكوا دي الحاجات دي كلها اللي بيقول لك اللي جوه السلندر لما تعمل ايه عملية بريسنج. تمام يا رجالة، كل الحاجات دي اللي بتخلي السلندر تعمل عملية بريسنج، يعني البريشر اللي هو عندي ده انهي بريشر في الدايرة بالظبط؟ ده اكيد هيبقى البريشر بتاع الفلويد اللي هو في الجزء ده، تمام، اللي هو هيضغط على السلندر من الناحية دي عشان تنزل وتضغط ايه، تنزل وتضغط السامبل اللي عندي. تمام، يعني البريشر اللي عندي ده اللي هو البريشر بتاع الفلويد اللي في الجزء ده، فالبريشر عندي بكام؟ ب 200 بار. ممكن نسميه بي بي زي ما سميناه في المسألة اللي فاتت عادي، تساوي 200 بار. The load is pivoted and guided with front flange mounting method of cylinder. يعني السلندر محطوط فيها فلانج من قدام، تمام، الفرونت فلانج ميثود، الفرونت فلانج ماونتنج ميثود دي طريقة يعني بتغلف او بيبقى حاطط فلانجة على السلندر من بره. تمام، برضك ممكن احط لكم صورة ليها ايه في البي دي اف عشان تبقوا متخيلين شكلها عامل ازاي. نكمل. ديتيرمين ذا بامب ديليفري، عايز الايه بامب ديليفري، يعني الريكوايرد عندنا اول حاجة ايه كيوب بامب الريكوايرد. اول حاجة ايه كيو بومب. تمام، if the required piston speed is 7 meter per minute. طيب هو بيقول لك دلوقتي ال required piston speed 7 meter per minute، طب دي انهي سرعة، ال extraction ال extension اسف ولا ال retraction؟ اكيد برضك ال extension. احنا قلنا كل الحاجات او كل ال conditions دي لما السلندر بتعمل ايه بريسنج. طب السلندر بتعمل بريسنج في حاله الاكستنشن والريتراكشن، دلوقتي لما تيجي تعمل ريتراكشن وتطلع فوق هي كده السلندر طالع النورمال بوزيشن بتاعها، تمام، انما عشان تعمل اكستنشن لازم ايه السلندر تتحرك لتحت، تمام، يبقى تتحرك في الاستروك بتاع انهي الاكستنشن ستروك. فالفي اللي معايا دي اللي هي في اكستنشن، يعني انا برضك معايا الفي اكستنشن هتساوي 7 متر بير مينت. تمام، طب عشان اعمل بريسنج، البريسنج ينفع في البوزيشن ده للدايركشنال كنترول فالف ولا، يعني ينفع في البوزيشن ده للدايركشنال كنترول فالف ولا لازم اعمل له اكتويشن؟ اكيد لازم اعمل له اكتويشن. هو البوزيشن ده اللي هو النورمال بوزيشن اللي هو جنب السبرينج ده عشان ارفع زي ما قلت لكم السلندر للنورمال بوزيشن بتاعها العادي، انما هاجي بقى اعمل بريسنج فلازم اعمل اكتويشن للسلندر، تمام، عشان ايه الفلويد يجي من البامب بيدخل على الناحيه دي من البيستون يروح منزل البيستون وضغط ايه العينه اللي عندي. تمام، هو عايز ايه في المساله زي ما قلنا كيو بامب، وعايز ايه البريسنج باور، يعني عايز البي، حط الاتان ده تحت كده عشان نفرقها عن البريشر، بريسنج باور يعني بي بريس، دول المطلوبين اللي عندي. تمام، نشتغل ايه واحدة واحدة. اول حاجة ممكن نعملها ايه الفورس اناليسيز على السيلندر، نشوف ايه القوة اللي بتأثر على السيلندر عندي فانهي شوط بقى، الاكستنشن ولا الريتراكشن. الاكستنشن اتفقنا ايه الباور ستروك هنا اللي هو الاكستنشن ستروك، ده الستروك المهم عندي مش الريتراكشن. تمام ماشي، دلوقتي البيستون ده هيتحرك ازاي؟ هيتحرك كده اهو، هيتحرك لتحت. ايه اللي هحركه لتحت؟ البريشر بتاع الفلويد اللي موجود ناحيه البيستون هيد، يبقى بالتالي في ايه، في فوق بي فورس بتساوي بي في اريا ايه، في اريا بيستون. تمام، ده فوق. تمام، ايه تاني؟ الفي الويت اللي هو بتاع 15 طن ده، طب الويت ده الويت نفسه بيأكت لتحت، بس انا لما اجي احط القوه مش هاخد الفورس بتاعت الويت اللي هي بتأثر لتحت. ليه؟ لان انا دلوقتي اللي انا الفورس اللي انا هتكلم عليه دي لحظه البريسنج نفسها، فهاخد الرياكشن فورس بتاع السامبل على الايه، على الهيدروليك سنتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جينا بصينا
اهو ده فيديو بتاع هيدروليك هيدروليك بريس بتضغط عليه، تمام؟ لحد هنا تمام، هنا السلندر عماله تنزل اهو، اول ما تلمس بقى العينه تمام هتضغط عليها بالفورس اللي هي زي ما قلنا ايه في المساله اللي هي 15 تن اللي هي البريسنج فورس، تمام؟ يعني معناها ان السلندر بتعمل فورس قيمتها 15 طن على ايه العينه دي. طب ما ده برضك معناه ان العينه بتعمل فورس او رياكشن فورس بقى بتساوي 15 طن على السلندر، مش كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار وعكسه في الاتجاه، فاحنا هناخد الرياكشن فورس اللي عندنا دي مش هاخد الفورس نفسها. عشان كده قلتها لكم ببساطه، لما تيجي تعمل فورس اناليسيس على هيدروليك سلندر دايما الفورس اللي هتاخدها او الاف لود بتبقى ايه عكس اتجاه الحركه، يعني لو الحركه نازله لتحت يبقى الاف لود ايه اتجاهها فين يا رجاله؟ اتجاهها لفوق، تمام؟ دي نسميها اف ايه؟ اف بريسنج، تمام. طب انا عندي الاف بريسنج دي، انا عندي الوزن بتاعها اللي هو 15000 كيلو جرام، معايا الام مش عارف اجيب منها الاف اللي هي الويت اللي هي بتساوي ايه ام في جي، يبقى الاف بريسنج هتساوي ال 15 طن اللي هي الماس بتاع ال 15 طن دي في جرافيتي اللي هي 9.81، تمام يا رجاله؟ ما هي الاف بريسنج دي بتساوي الوزن بتاع الماس اللي مقداره 15 طن، هي بس زي ما قلت لكم الفكره في الاتجاهات ايه، تمام؟ يبقى كده انا جبت الايه اف بريس، تمام. انا معايا ايه تاني؟ انا معايا البي بي، معايا البي بي هو مديها لي بكام؟ ب 200 بار، وهو عايز مني ايه؟ عايز الكيو بامب. يبقى اول حاجه عشان اعرف اجيب الكيو بامب لازم يكون معايا ايه الاريا بتاعه البيستون، تمام، او الاريا بور. يعني انا دلوقتي لما اجي اعمل اناليسيس او فورس اناليسيس للهيدروليك سيلندر دي وعم احطها في شكل معادله هتديني ايه؟ هتديني الاف بريس، او لا بلاش بقى نبتدي بالاف بريس، احنا اتفقنا اتجاه الحركه هو الاتجاه ايه الموجب، يبقى البي بيستون في الاريا بيستون هتساوي الاف بريس، تمام. احنا زي ما قلنا لكم معانا البي بي هو مدينا في المساله ب 200 بار اهي، والاف بريس احنا جبناها اللي هي هتساوي ام في جي، اعرف اجيب الاريا بور او الاريا بيستون او الاريا كاب، هعرف اجيبها هتساوي ايه الاريا بيستون او الاريا كاب هتساوي الاف بريس هتساوي الاف بريس على ايه البي اللي على البيستون. وطبعا اخلي الوحدات زي ما هي، يعني لو طلعت الاف بريس دي مثلا بالكيلو نيوتن تمام هيبقى البريشر عندي بالكيلو باسكال، لو طلعتها بالنيوتن يبقى البريشر عندي ايه بالباسكال، والاريا هتطلع معايا بالايه بالمتر سكوير، متر سكوير. طيب تمام، انا مديني ايه تاني في الجيفنز؟ انا مديني بيقول لي ان السلندر دي مديني الاكستنشن ستروك بتاعها 7 متر بير مينت، يعني انا معايا الفي اكستنشن. طب مش كده اعرف اجيب الكيو بتاعت البمب؟ اتفقنا الكيو بتاعت البامب في الحاله دي لما يحصل اكتيفيشن الدايركشن كنترول فالف هتساوي ايه؟ هتساوي الفي اكستنشن في الايه في الاريا بتاعت البيستون، وهو ده الاستروك المهم عندي اللي هو الباور ستروك، تمام، اللي هو الايه الاكستنشن ستروك. فبالتالي انا دلوقتي معايا الفي اكستنشن ومعايا ايه تاني؟ معايا الاريا بيستون، مش عارف اطلع الكيو. بدل ما اكتبها هي موجوده في الحل، الكيو بامب هتساوي ايه الاريا بور اللي احنا جبناها اللي هي اريا بيستون في الفي اي اكستراكشن اللي هي 7 متر بير مينت، احولها طبعا للمتر بير سكند، تمام، واطلع ايه الكيو بامب متر كيوب بير ايه سكند، تمام يا رجاله، اطلعها متر كيوب بير سكند. هو عاوزها بالليتر بير مينت، تمام، بديليفري از ريكوايرد، لا ما قالش ليتر بير مينت، تمام، بس تحولتها اهي برضك عشان ايه لو طلب منك تحولها ليتر بير مينت تضرب فوق في 1000 وتضرب في 60 اللي هو كأنك تقسم على تحت وعلى 1/60 عشان تديها لك ايه بالليتر بير مينت، تمام. كده جبنا الكيو بامب او البامب دليف، عايز البريسنج باور. طب البريسنج باور دي مش حركه، الباور دي نتيجه حركه خطيه، يبقى بتساوي ايه؟
نتيجة حركة سيلندر تساوي فورس في فيلوستي. تمام، انا جبت الاف بريسنج احنا جبناها في الاول خالص اللي هي اللي قلنا اللي بتساوي ام في جي. تمام، جبت الاف بريسنج اضربها في الايه، في الفيلوستي، في الفي اكستنشن اللي هو مداني في المسألة. تمام، بس هحولها طبعا لمتر بير سكند، فبالتالي انا كده جبت الايه، الباور بتاعت البريسنج فورس في فيلوستي، طلعناها، طلعنا الباور بتاعت البريسنج ايه، بس دي بقى المفروض بالكيلو وات، سوري هبقى اصلحها لكم في البي دي اف، دي باور، دي المفروض كيلو وات مش كيلو نيوتن، اصلحها لكم برضو ايه في البي دي اف قبل ما ابعته لكم ان شاء الله.